وفي نشرة سابقة أشار الدكتور عبد الرحيم منار سليمي أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشار إلى أن الذكرى 45 للمسيرة الخضراء تشكل مناسبة وطنية مجيدة عند المغاربة. المغرب اليوم يخلد الذكرى 45 للمسيرة الخضراء. هذه الذكرى أولا هي مرتبطة بالأمة الدولة المغربية. كل أمة لها تاريخ، لها ذكرى، وهذه الذكرى هي حاضرة معنا، هي الماضي والحاضر والمستقبل، مرتبطة بتوابت المغرب. لماذا؟ لأن المغرب قرر في سنة 1975 استرجاع صحرائه الغالية. المغرب هو يخلد هذه الذكرى التي قلت بأنها جزء من هوية المغرب، من توابته، يخلدها بعد 45 سنة. هناك العديد من الإنجازات التي قام بها المغرب في صحرائه، التي استرجعها من الاستعمار الإسباني، استرجعها بطريقة سلمية. كانت هذه ملحمة لا زالت تنقلها الكثير من كتب التاريخ، نظرا للطريقة التي نظمت بها هذه المسيرة من طرف المرحوم الملك الحسن الثاني.